دكتور عماد، فيما يتعلق بمتابعتك اليوم لكلمة حسن نصر الله، إيران اليوم المحرجة والتي وصفها حسن نصر الله بأن ما حدث مس هيبتها وشرفها، اغتيالات لأسماء وشخصيات هامة في حماس وحزب الله، شكل وسيناريوهات الرد برأيك دكتور عماد كيف ستكون؟ يعني من خلال كلام حسن نصر الله بدأ واضحا أنه يريد الثأر أو الانتقام للشرف لما للإهانة التي وقعت في الضاحية الجنوبية. لأول مرة بتستهدف الضاحية الجنوبية بشكل مباشر وتقتل الشخصية العسكرية الأولى في حزب الله، لكنه في نفس الوقت أكد يعني على كان أنه هناك استهداف لا يريد في العروري حرباً إقليمية. أيضاً. نعم، العروري لا ينتمي لحزب الله، مفهوم، ولكن في الضاحية يعني استهدف على أراضي حزب الله. يعني أنا بتكلم على قيادة في حزب الله، قيادة رئيسية في حزب الله استهدفت في الضاحية الجنوبية. تشعر إيران ويشعر حسن نصر الله بقدر من الإهانة وتحطم في الصورة أو صورة القوة، لذلك أطلق مجموعة الصواريخ قبل قليل، وأتصور أن الرد لن يخرج عن استهدافات من هذا النوع، بمعنى أنه لن أو سوف يكون حريصا على عدم الانزلاق لحرب إقليمية واسعة النطاق قد يترتب عليها تدمير البنى التحتية في لبنان بالكامل. لأن المجتمع الدولي الأوروبيين والأمريكان بذلوا جهودا ضخمة لإثناء إسرائيل عن استهداف الأعيان المدنية، منها مطار بيروت الذي يوجد في قريب جدا من الضاحية الجنوبية، أو يوجد في الضاحية الجنوبية بالفعل، ومن زار بيروت يعلم ذلك أنه يمر عبر أنصار حزب الله في الطريق إلى المطار ذهابا وعودة. أيضا هناك أستاذة إنجي رسالة مهمة للغاية جاءت على شريط الأخبار لديكم، وهي أن الإدارة الأمريكية أمرت بتحرك بوارج وسفن حربية إلى البحر الأحمر، إلى البحر المتوسط وإلى شرق المتوسط تحديدا. معنى ذلك أن هناك يعني معلومات ربما لدى الأمريكان أنه سيكون رد، وهذا الرد لو تذكرنا الرد الإيراني يمكن اعتراضه السابق على إسرائيل بسبب قصف، يعني 90% من الأهداف التي ضربت بها إسرائيل تم إسقاطها من بوارج أمريكية وأيضا بوارج بريطانية، وبالتالي هناك استعداد أمريكي بريطاني لضربة أنا أتصور أنها لن تخرج عن سياق الضربات السابقة، بحيث لا تؤدي بالفعل إلى حرب إقليمية لا أحد يرغب فيها، لا إيران ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي. طيب سيد نضال، اليوم بعد كل هذه التطورات، حماس كانت أبدت في الأسابيع الأخيرة مرونة بعض الشيء فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار. اليوم مصير هذه المفاوضات فيما بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ أنا بتقديري أن يعني القاهرة والدوحة وجميع الوسطاء لن يوقفوا المفاوضات، لن تتوقف المفاوضات، لأن المفاوضين ومن يرعون هذه المفاوضات يدركون أن بنيامين نتنياهو لا يريد تهدئة. بنيامين نتنياهو يدرك أن التهدئة ثمنها رقبته، لذلك هو يريد أن يذهب باتجاه التصعيد ويراوغ ويرسل رئيس الموساد هنا، ويحاول أن يرسل وفود هناك إلى القاهرة إلى الدوحة، ويحاول أن يتحدث مع كل الأطراف في إطار المراوغة، بدليل أن حتى الشروط الأربعة التي طرأت على الورقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في قبل 4 أسابيع هي ورقة إسرائيلية، وأن الشروط كانت إسرائيل متجاوزة في المفاوضات عن هذه الشروط المتعلقة في محور فيلادلفيا وفي محور نتسليم وفي عودة المواطنين من الجنوب إلى الشمال وفي أسماء الأسرى. اليوم جد بنيامين نتنياهو في هذه الشروط، لدرجة أن هناك حتى في داخل الكابينيت وداخل المؤسسة المستوى السياسي هناك تناقضات كبيرة بين المستوى الأمني والمستوى السياسي، بدليل أن هناك عدم رضا واضح من قبل
نعم رئيس الشباك رونين بار، وذهب ان يذهب وذهب ورفض ان يذهب الى روما مع ديفيد برينياه رئيس الموساد. وهناك حاله تناقض ايضا بين بنيامين نتنياهو وهارتسي هاليفي، بين بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت. من الواضح التناقض، من الواضح واضح اصبح في المستوى السياسي ان نتنياهو يستسلم، يستقوي، ويريد ان يستمر في هذه الحرب، ويريد ان يستأنف حتى في حال ذهب باتجاه تهدئه على الجبهه الجنوبيه باتجاه غزه، يريد ان يصعد باتجاه لبنان، يريد ان يبقى في حاله اشتباك الى وهنا الوصول الى هل انت تتفق مع ذلك دكتور عماد ان نتنياهو مع هذه القائمه من الاغتيالات الثلاثه التي وقعت نتنياهو سيستغلها، سيسوق لها لحساباته الشخصية؟ وحقيقة هل وجود بالفعل تنسيق مع واشنطن في كل هذه الأمور، أم أنه يستغل وضع ما في الولايات المتحدة ينفذ في هذه الفترة أهداف ما لمصلحته هو؟ شوفي أستاذة إنجي، خلينا نتكلم كلام موضوعي بعيدا عن العواطف. يمكن أن نلعن إسرائيل عشرات المرات كل ثانية، لكن خلينا نقول بشكل دقيق أن ما جرى في 7 أكتوبر مثل يعني ضربة ضخمة لما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي وللعقلية الإسرائيلية. فكل متخصص في الشأن الإسرائيلي والشأن الفلسطيني كان يعلم تماما أن الثمن سيكون باهظا للغاية. وبالتالي هو لا ننسى أن إسرائيل من الناحية الشكلية والمؤسساتية هي دولة برلمانية نمبر وان فيها، أو صاحب القرار فيها رئيس الوزراء ليس رئيس الدولة. أيضا هناك سيطرة مدنية على القوات، على القوات العسكرية أو القوات المسلحة، وبالتالي المؤسسة العسكرية تخضع للقيادة السياسية. قرار الحرب قرار سياسي وليس عسكري، المؤسسات العسكرية تنفذ ما يملك. نتنياهو يستغل حالة الفراغ، أي يستغل حاجتين في الحقيقة. الحالة الأولى عدم وجود فكر سياسي براجماتي لدى حركة حماس، بمعنى أنه في المراحل الأولى طرحت أفكار كثيرة، وقف إطلاق نار على 3 مراحل والإفراج عن أعداد، وإسرائيل طلبت أسماء المحتجزين الأحياء وكذا وكذا. هذه الفترة مرت، بمرور الوقت مع مزيد من التدمير وسقوط شهداء وحالة يعني حالة لا إنسانية ومزرية في القطاع، وتراجع القضية قضية غزة لدى الرأي العام العالمي، كل ذلك مكن نتنياهو من أن يواصل تعنته. الكنيسة في أجازة، لديه 3 أشهر يستطيع أن يفعل ما يشاء، يستهدف القيادات الفلسطينية ويقوم بالتدمير، بحيث أنه حينما استهدفوا الضيف سقط أكثر من 100 مدني. لا يهم الجانب الإسرائيلي عدد المدنيين الذين يسقطون. النقطة الثانية يا أستاذ إنجي، أنه يستغل حالة اللا فعل لدى الإدارة الأمريكية الحالية. يعني بايدن الرجل بات شبه معزول، كمالا هاريس هي التي تدير، ليست لديها خبرة كبيرة، لا تريد الاصطدام باللوبي اليهودي ولا بإسرائيل لأنها على أبواب انتخابات في نوفمبر القادم. وبالتالي من وجهة نظر تحليلية هذه فرصة نموذجية لنتنياهو لكي يضرب أينما شاء متى شاء، وأمن إسرائيل. الجميع في أمريكا وحتى أوروبا يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بل والمشاركة في الدفاع عنها. ولا ننسى أن حتى الـ4 أهداف اللي ضربت بها إسرائيل، وواحد منها عدى وضرب تل أبيب وأسفر عن قتل إسرائيلي، الـ3 أهداف اللي أسقطوا الأول أسقطتهم باخرة أمريكية أو بارجة أمريكية. وبالتالي الأمريكان سيوفرون أجواء من الحماية. لا يعني ذلك أنه لن تنفذ صواريخ أو مسيرات، بالعكس سيحدث ذلك بالمؤكد. لكن أنا من وجهة نظري الشخصية أن نتنياهو يعتمد على أكثر من عنصر: حالة اللا فاعل لدى الإدارة الأمريكية حاليا أو الولايات المتحدة، تراجع صورة القضية الفلسطينية لدى الرأي العام العالمي، والأكثر أهمية وهو الذي يأتي في المقدمة هو استمرار الانقسام الفلسطيني والتراشق وعدم وجود الرغبة في الوحدة.
واستمرار تمسك حماس بالوجود في اليوم التالي، وهو أمر أعتقد أنه يعقد المشهد بشكل كبير لو أرادوا لسلموا منظمة التحرير شؤون الأمر وفكروا في تشكيل حزب سياسي لاحقا.